السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده هيبقى جزء إن شاء الله من ورشة الكنترول العملية. ده من ضمن التطبيقات إن شاء الله. الناس اللي هتحضر معايا الورشة العملية بإذن الله هتتعلم إزاي تتحكم في سرعة الموتور الكهربي عن طريق الإنفرتر، وطبعا أنا موصل التوصيلات بتاعتي. تيجي تتعلم إزاي تبرمج الإنفرتر وإزاي تشغله مع الموتور الكهربي بشكل عملي، وهتعمل توصيلات بإيدك علشان يبقى كل المعلومات واصلة لك بشكل واضح جدا، وإن شاء الله هيبقى سعر رخيص جدا مقارنة بالأسعار اللي موجودة في مصر كلها. ده طبعا أنا قلت أنوه عليه. هنشغل الموتور زي ما انتم شايفين كده مع بعض اهوت. تردد، ازود التردد معايا اهوت، وسرعة الموتور بتزيد، وهقلل زي ما انتم شايفين كده، وسرعة الموتور هتقل معايا. ده التحكم من الكيبات. هنعمل برضو كيفية التحكم عن طريق مقاومة متغيرة خارجية، وازاي تعمل كوماند لتشغيل الانفرتر بالستارت ستوب، وازاي تعكس حركته كمان زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. هنزود التردد والسرعه بتاع الموتور بتزيد معايا اهوت زي ما انتم شايفين. ودي برضو حاجه يعني من ضمن الحاجات الكويسه جدا لتشغيل الموتور الثلاثة فاز. الموتور ده ثلاثة فاز، طبعا وصلته دلتا لان خارج الانفرتر ده 3 فاز 220 فولت، فوصلته دلتا لان الموتور عندي يقبل شغل على ال 220 3 فاز، والمصدر عندنا 220 فولت القطع ده اللي بيتحكم فيه. تطبيق من التطبيقات اللي انت هتيجي وان شاء الله هتتعلمها بشكل كويس جدا، وهتستفيد منها بشكل كويس جدا ان شاء الله في ورشة الكنترول العملية. ممكن نعمل كمان يعني زودنا السرعة مثلا هنا على 40 او اخليها 35 مثلا على سبيل المثال، 35 اهي. ممكن نعمل ستوب زي ما شايفين كده، ونعمل ران عشان ياخد نفس الامر اللي انت مديهوله على 35 هرتز. طبعا الميزه في الشغل عملي هيقابلك حاجات كتيره جدا هتتعلمها بشكل مباشر، هتبقى حاجه كويسه جدا للناس ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.